اهلا وسهلا، هوريكم الفيديو ده يا جماعة. الغرزة دي غرزة سهلة قوي، غرزة مفرغة كده، تنفع شبه الكروشيه، تنفع لعمل شال مثلا او كوفية او اي حاجة عايز تعمليها بغرزة مفرغة. عايز تعملي اي حاجة بغرزة مفرغة تكون بالشكل كده. هنشوف مع بعض سطر بسطر. هي سهلة قوي، تتكون من 3 أسطر عدلين ورا بعض، وبعدين سطر الرابع بعمل فيه لفتين على لفتين من الخيوط مع الغرزة العدلة. بعد كده في السطر الخامس بفك الخيوط دي واكرر 3 أسطر تاني عدلين، وبيبقى شكلها من قدام زي من ورا، مفيهاش وش وظهر، عشان كده تنفع لشال او كوفية، لان من ناحيتين هيبقى نفس الشكل، ملهاش ضهر. بتتعمل بسهولة خالص للمبتدئين يعملوها، مفيهاش اي حاجة. اللي هو السطر بتاع لف الخيوط مرتين بدل لفة واحدة، بلف مرتين من الخيوط على الابرة وافكها بعد كده، فبتدي التفريغة دي، بتبقى الغرز مفرغة كده. او ممكن الف 3 لفات هيبقى الفراغ اكبر والخيوط طويلة اكتر. نشوف مع بعض الغرزة سطر بسطر. هبتدي الغرزة. انا عملت عينة، انت طبعا هتعملي بتشتغلي شال، بتشتغلي حاجة، بتشوفي عدد الغرز والعرض اللي انت عايزاه. بنشتغل اول سطر غرزة بالغرزة العدلة، كل سطر غرزة عدلة، والسطر التاني غرزة عدلة، والتالت غرزة عدلة. بنشتغل 3 أسطر بالغرزة العدلة عادي، مفيش اي مشكلة. اول سطر اهو مع بعض، اشتغل غرزة عدلة، بشتغل كل الغرز غرزة عدلة، خلص ونيجي للسطر التاني عشان نشتغله برضو غرزة عدلة، والتالت هنعمله غرزة عدلة. خلصت السطر الاول والسطر التاني، برضو هشتغله بغرزة العدلة، مفيش اي مشكلة. خلصه ونيجي للسطر التالت مع بعض. اشتغلت سطرين عدلين اهم، هنكمل برضو حتى نعمل السطر التالت عدل. اشتغل السطر التالت كمان عدل، يبقى الاول والتاني التالت هخلصه الغرزة العدلة ونكمل. انا مخلصت 3 أسطر عدلين اهو، ده منظر الشغل كده، 3 أسطر عدلين. هعمل ايه؟ هاجي السطر الرابع بقى هو اللي فيه، ابتدي الغرزة. ان اعمل اول غرزة هعملها عدلة مفيهاش اي حاجة. هاجي بقى بقية الغرز اعمل ايه؟ ادخل، وبدل ما اعمل لفة واحدة هعمل لفتين على الابرة اليمين، كل الغرز تبقى كده، بدل ما لفة واحدة يبقى لفتين. ادخل الغرزة واعمل لفتين على الإبرة اليمين، بس مفيش حاجة غير كده. خلص السطر الرابع ده، نيجي للسطر الخامس. شوف هنعمل ايه. هي غرزة سهلة جدا يا جماعة، يعني يشتغلها المبتدئين اللي لسه وعايزين يعملوا برضو منظر، يعملوا غرز تغيير بدل الغرزة السادة اللي هي سطر وسطر كده. عشان كل الغرز بعمل لفتين على الإبرة بدل لفة واحدة. آخر غرزة باخدها عدلة من غير ايه، بعملها عادي من غير لفات على الإبرة بس. أجي السطر الخامس هلف الشغل، والسطر الخامس أشتغل الغرز. بس أخد بقى أول غرزة ما كانش فيها لفات ولا حاجة، أشتغلها عادي. اخد الغرزة التانية اشتغلها عدل، وافك الخيط بقى عشان تطول معايا الغرزة وتبقى طويلة كده ومفرغة. ادي فايدة ان انا لفيت لفتين على الابرة، لفيت الخيط لفتين، بيتفك كده
اشتغل غرزة عدلة وافك الخيوط بالشكل ده. لغاية اخر السطر ده السطر الخامس بفك فيه الغرز كده اللي انا عملتها في السطر الرابع، كانت لفتين. اخر غرزة هاخدها عادي مكانش فيها لفات اهي، يبقى منظر الشغل كده. الغرز بتتفك كده وتبقى طويلة واسعة ومفرغة. بعد كده يبقى عملنا 3 اسطر عدلين وسطرين فيهم لفات وفك اللفات. خمسة السطر السادس والسابع والثامن هشتغلهم 3 اسطر عدلين زي الاول والتاني والتالت. هشتغل غرز كل السطر غرز عدل. غرزة سهلة بتتعمل في منتهى البساطة، مفيش اسهل من كده اهو. اشتغل 3 اسطر عدلين كمان زي ايه الاسطر الاولانية، كل الغرز عدل. عامل ال3 اسطر دول هوريكم منظر الشغل والغرزة يبقى شكلها ايه. ده منظر الشغل بعد ما عملت 3 اسطر عدلين اهو. بكرر بقى بعد 3 اسطر عدلين زي اللي عملتهم في البداية، بكرر بقى واعمل اللي هو زي السطر الرابع تاني اللي كنت عاملاه في الاول. اني هاخد اول غرزة عدلة والغرز اللي بعد كده اعمل لفتين على الابرة اليمين، والسطر اللي بعده بفك اشتغل الغرز وافك اللفات دي. كرر ال يعتبر هو الغرزة دي بتتعمل على 5 اسطر، وكرر تاني 5 اسطر بيتكرروا، 3 عدلين وواحد فيه اللفات والخامس بفك فيه اللفات، وبعد كده بعمل 3 اسطر عدلين تانيين وهكذا لغاية ما اخلص المسافة اللي انا عايزاها. بشتغل شيء او حاجة بعمله الطول اللي انا عايزاه، همشي المسافة اللي انا عايزاها. وبعمل لفات، بعمل لفتين على الابرة اليمين واخد الغرزة بس. بكرر هكرر اعمل لكم مسافة كده عشان يبان الشغل فيها والغرزة فيها. مشيت بالشغل شوية يا جماعة، كررت الغرزة اهو، كرر اهو قصادكم كم مرة. بعد ما عملت السطر اللي فيه اللفات بفك اللفات كده اهو. عايزة اقول لكم ان ممكن برضو ممكن نعملها بدل ما نعمل لفتين على الابرة نعمل 3 لفات ونفكهم، فهيبقى الحتة دي اللي فيها الخيوط المفرغة دي تبقى اطول من كده. لو عايزين تعملوها يبقى المسافة بتاعت الحتة المفرغة دي تبقى اطول، تعملوا 3 لفات على الابرة بدل لفتين بس. دي يعني حاجة ملحوظة يعني. انا بكرر اهو واشوف شكل الشغل بعد تكرار الغرزة. بعد ما امشي مسافة بيبان منظرها. انا هخلص فك السطر اللي فيه فك الغرزة اللي هو يعتبر السطر الرابع مع تكرار الغرزة. نشوف خلصوا اهو، نشوف منظر العينة اللي انا عملتها لكم. بتدي شكل كأن شغلة كروشيه، انا بشتغل كروشيه زي غرز الكروشيه. بيكون ده الشكل اهو. نكرر بقى الطول اللي احنا عايزينه اهو. ده شكل الغرزة، يارب تكون عجبتكم وتنفذوها بمنتهى البساطة لانها سهلة طبعا. غرزة سهلة تنفذها سهل والنتيجة حلوة، النتيجة برضو كويسة.